مساء الخير. من الطبيعي بمثل هالوقت من السنة ننزعج من الشوب، لو كانت الحرارة معتدلة بس الرطوبة دايما مرتفعة على الساحل، وابتداء من بكرة بتعلى الحرارة لفوق معدلاتها بالداخل وبتبقى ليوم الجمعة. بكرة الهواء جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. بنهار الحرارة بتعلى بالداخل وبتسجل 27 ببشري، 29 بفريا، وكمان 29 درجة ببعقلين. المساء بتوضع الحرارة لتسجل 16 بإهدن، 19 بتعنايل، و27 درجة بأنفة. بالعاصمة وعلى الساحل اليو في اندكس عالي، يعني ما تتعرضوا للشمس الظهر بلا حماية، وانتبهوا من اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية. أما على الجبال المتوسطة بتتشكل خطيطة كثيفة بالليل، الرطوبة 55% والحرارة بين 19 و29 درجة. الطقس من الأربعاء للسبت، بكرة إذن والخميس غائم جزئيا، بتعلى الحرارة بالداخل، أما على الساحل فالحرارة 32 درجة، بس بسبب الرطوبة العالية منحس كأنها 38 درجة والخطيطة كثيفة على المرتفعات. الجمعة الحرارة ما بتتغير على الساحل بس بتوطى بالداخل، بيقوى الهواء وبيرتفع موج البحر. أما السبت كمان الهواء قوي، الحرارة بين 27 و32 درجة على الساحل والرطوبة 70%. لهون بتخلص نشرتنا، تصبحوا على ألف خير.